كل ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي مرة تانية في سول عبور عشان نشوف الاسعار الموجودة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ومتشكرة جدا على كلامكم الحلو. يلا بينا نتفرج عليه. دي بقى الاسبونتا، دي لهم 12، دي ب 12. فيسبوك كارا اللي هي مناطق حمراء دي ب 13 جنيه. دي الكارا مناطق حمراء ب 13، يعني ثابت سعرها عن المرة اللي فاتت برضه، يعني فضل ارضه اللي هي مناطق حمراء. يا جماعة دي واحدة بس، ايه يعني شوفوا شكلها. بصوا ما شاء الله حاجة تانية. عندنا بطاطس اللي هي بتاعت الشيبس. بطاطس فين بقى؟ اللي هي الحمراء خالص. اللي هي دي ايه بقى؟ روزيتا. دي نوع اسمه روزيتا اللي هي الحمراء خالص. دي روزيتا؟ دي ب 11.75. دي ب 11.75. اللي هي البطاطس اللي هي كلها حمراء. طب ماشي، اللي هي دي روزيتا؟ دي روزيتا. بكام بقى؟ ب 12؟ ب 12 الا ربع. 12 الا ربع، يعني 11.75 زي ما انت قلت. 11.75. في الارض الثانيه زبونت ارض طينه. دي روزيتا اللي هي كلها حمراء. طب هي من جواها احمر ولا هي بره بس؟ دي كلها حمرا. 13 جنيه. ودي بقى ايه؟ اسبونت ارض تينا بكام؟ اسبونت ارض تينا دي تقريبا ما اختلفتش الاسعار عن الاسعار المره اللي فاتت. دي نص جنيه، نص جنيه زياده، نص جنيه زياده. عند حضرتك ايه تاني؟ في بطاطا ب 3 جنيه. بطاطا ايه نوعها؟ بطاطا ارض طينه برضه. دي ب 3 جنيه. 3؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما بان عليه. ما بيعبوا الشكاير بقى الناس اللي بيعبوها ولا انتوا؟ ايوه، لا العمال بيدينا متعبين. اللي هو اللي في البتاع دوت اللي في الارض صح؟ بيجي لك متعبين. 3.5. 3 جنيه. 3 جنيه؟ 3 جنيه. في حاجة تانية؟ لا كده صورة اللي عندنا. ماشي، ربنا يصلح حالك. متشكرة جدا، شكرا لذوقك. ما شاء الله. بصوا يا جماعة الكيلو ب 10 جنيه تمام. طب ايه تاني عندك؟ 8 بس؟ كوسة. كوسة بكام؟ 5؟ ما شاء الله حلوة يا جماعة الأسعار من هنا لهنا، بس واضح إن الواحد هيعرف يعمل محشي حلو أوي. لا حاجة برضو رخص. والفلفل 8؟ من غير زيتون طبعا، ما فيش زيتون. فلفل ب 8. ايه تاني عندك؟ جن؟ خدت الجميل ده؟ الخيار تبعك؟ وده بكام؟ ب 4 جنيه؟ كله رزق البنات يا معلم. حلو الاسم ها؟ اصل عندي 3 بنات. ربنا يرزقنا برزقهم اللهم امين. ملك السبانخ بس حلوه السبانخ ولا؟ زي العسل ان شاء الله. ماشي، اصور خيار؟ السلام عليكم. نهارك زي الفل. مالناش دعوه بالسياسه. احنا بنصور اللقمه اللي في ايدينا، ربنا يصلح حالك معانا. بكام يا معلم؟ ايه؟ 3.5. ده بلدي صح؟ ما شاء الله. 3.5. والله زي الفل، الله اكبر، ربنا يحسن سوقهم يا رب. هو انا هصورك يا حاج. ماشي يا حاج. ايه بقى؟ ايه؟ حاج عيد. ماشي، اسف عشت الاسامي، ربنا يديك الصحه يا رب. 113. ايه؟ عنبر 2. الفلفل بقى 113 عنبر 2. الحاج عز والحاج ايه؟ الحاج حسام ابو القمصان. الحاج ايه؟ الحاج خالد ابو القمصان وحسام ابو القمصان. ماشي، عاشت الاسامي، ربنا يصلح حالهم يا رب، اللهم امين. ما شاء الله الخيار زي الفل. نارك زي الفل. ايه؟ زي الفل عشان حضرتك صورتيه. تسلم، من ذوقك والله، من ذوقك.
في عندك تاني بتقول بتنجان؟ بتنجان تمسك البتنجانيه كده ناشفه شويه. طب انا هسالك السؤال اللي انا سالته لك من شويه وبكرره، البتنجانيه بقى التقيله اللي هي قصدي اللي هي الرومي، اللي هي المبزره، بتبقى ليه مبزره ولا ليها ارض معينه؟ زرع جامع مره واثنين يعني. بتبقى ايه؟ زرع جامع اكتر من مره. زرع جامع اكتر من مره. طب وهي بتبقى تقيله؟ دايما بيقولوا الخفيفه حلوه. الخفيفه هي البشائر، تبقى تقيله طريه كده. البتنجانات ليها طريه. البتنجان طبعا دي تلاقيها ناشفه شويه. دي ناشفه، دي ليه يعني ايه؟ ليها قديمه، تلاقي فيها نسبه بذر. لكن الثانيه تدوس فيها كده تلاقيها طريه. دي ربع وش مثلا؟ يعني ربع ايه؟ جناها اربع مرات. صح كده؟ ما شاء الله. ادينا انا عرفت حاجه، انا كنت برضو بستفسر. هي دايما كانت والدتي تقول لي البتنجانه يعني خفيفه حلوه من غير بذر. اي بتنجانه في الرومي، في العروس، في الابيض. البتنجانه تلاقيها طريه، تلاقيها ما فيش بذر. الطريه الناشفه تلاقيها مبزره. يعني انا مثلا لاقيها ناشفه تبقى مبزره ومش حلوه، لا تلاقيها مبزره. طريه وخفيفه كده بتنجانه. انا برضو احب اعرف الناس حاجات انا احتمال اكون انا كمان مش عارفاها فبعرفها معاهم. لا ناشفه تعرف ان مبزره. خلاص، يبقى انا بعد كده انقي اللي هي ايه، طريه خفيفه وطريه. مش الناشفه، الناشفه دي تبقى مبزره. تمام، زي الفل. تسلم لي يا عسل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حاج عادل عامل ايه؟ الله يخليك يا ستي. بقى لنا كده يجي 10 ايام ما جيناش. ايه الدنيا؟ الاسعار هديت ولا عيلت ولا سبتت ولا الاسعار وسط؟ من 140 ل 220. من كم؟ من 140 ل 220. من 140 يعني هادي. ده المره اللي فاتت كانت ب 240 و 170 اخر مره. اعلى حاجه 220. ما شاء الله. طب احنا نعرف بقى الطماطم اللي موجوده دي بكام؟ دي ب 140. دي اللي هي الوسط. دي وش تاني. اللي هي دي بقى بتاعت الغلابه. الغلابه. دي بتاعت الغلابه. ما شاء الله جميله. حلو والله. حلو. بس هي ما هديتش عن كده، هي هديت شويه بصراحه. هي كده هديت. ما شاء الله جميله بصراحه. هي حلوه منكم ومن اخلاقكم والله. الله يخليك. ربنا يحسن سوقكم وسوقنا يا رب. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك. طب وبالنسبه بقى لازم اخد عدايه صح؟ العدايه على بعضها. عدايه على بعضها. العدايه تعمل كام كيلو؟ 20. تعمل 20 كيلو. اصل في ناس بيقولوا لي 22. ده هي 20. 20 كيلو. ما شاء الله. بص على اللي في الارض برضو، نصور الطماطم عشان ايه نسفرها شويه. يعني كل واحد بقى يجي ينقي ايه اللي يناسبه. دي تقريبا بيعملوها بتوع محلات الكشري صح كده؟ زي ما انتم شايفين كده عربيه بتبقى محمله من عند اللي هي اللي هي الارض، وبتيجي اصلا ينزلوها. طبعا بيبقوا مظبطينها اللي هم الناس اللي هم بيبيعوها، اصحاب الاراضي، زي ما انت شايف كده، زي ما انتم شايفين قصدي. بقول لكم اللهم صل على النبي، ربنا يوسع رزقكم. اللهم امين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللي عايزاها المحل يا حاج. جزر بكام يا حاج؟ 150. تحب تصور 150 جنيه؟ يعني الكيلو بكام؟ تطلع في الصورة؟ تطلع؟ ماشي. يعني الكيلو بكام؟ 8 ونص. كيلو بكام السما؟ 8 ونص. طب حلو قوي، ده رخص. ده الجديد؟ 30. ده الجديد؟ هو الجديد. طب هيرخص عن كده شوية؟ يعني كانت الاسبوع اللي قبل اللي فات ب 450، والله دلوقتي ب 150. ما شاء الله حلو قوي. فيها كام كيلو بقى؟ 17 كيلو. حلو قوي. الله يحسن سوقهم يا حاج يا رب. الله يحسن لك سوقهم ويوسع عليك. اللهم امين. بصوا الجزر زي الفل. شكرا يا حاج. السلام عليكم. الله وبركاته. حاج مين بقى؟ الشيخ رضا. شيخ رضا، عشان الاسامي شيخ رضا. اهلا وسهلا. عندك ايه؟ بطاط. احلى بطاط. ممكن نشوفها؟ اتفرجوا. 4 ونص.
ما شاء الله حلو قوي. ده من دمياط زرع جديد. زرع ده من دمياط؟ اه زرع الشيخ رضا. دي عربية؟ دي عربية. يعني انت الشيخ رضا صاحب الارض؟ اه لا انا تاجر مش صاحب الارض. الشيخ رضا هناك في الارض. في الارض ماشي فهمت. ما شاء الله جميلة. جميلة جميلة والله. زرع دمياط زرع نظيف. زرع بلدي ده. في منيا باتنين ونص. ايه؟ في زرع منيا باتنين ونص، ده الله ده دمياط. ده دمياطي. ده دمياط. ماشي. ده دمياط. في منيا باتنين ونص وباتنين جنيه. ماشي لا بس ده دمياطي حلو. ده دمياطي زرع كبير. ايوه صورين انا بطلع كمان. ما انا مصورك والله. ايوه كده. اهو انا الشيخ رضا صاحب البطاقه. ماشي نهارك زي العسل. ربنا يحسن سوقهم يا رب يا شيخ رضا.